السلام عليكم. دريوش احمد صاحب هذا المحل اصالات بلادي. احنا ديما في اصالات بلادي الحمد لله. كنشكركم على هذه الهفاته ديال اليوم الدراسي ديال حول الفخار مدينه سلا. مبادره طيبه ان شاء الله. نتمنوا يكون هالشي مستمر. ان علاش دابا الحاله ديال الفخار شي شويه في شبه الانقراض؟ يعني علاش يد العامله شي شويه ولات فيها مشاكل؟ مابقاش موفره. اما الناس دابا مع الترانسبور وهاد المسائل ديال القانون ديال الضمان الاجتماعي وكل شيء والناس شويه الحال داك الشيء، الناس ما قدروش يلتزموا بهاد القانون الجديد وداك الشيء، كاينه شي شويه ديال الصعوبات. الانسان دابا وكاين شي شويه ديال يد العامله ديال العامل مع رب العمل، تيكون شي شويه ديال النقش اللي تناقش هو وياه ولا شي حاجه، كتكون صعوبات في المحكمه وداك الشيء، والناس تيبداو كياخذوا واحد التخوف. الناس كينطلبوا الوزاره زعما كدير شي ضمانات لهاد الصنايعيه الكبار وتحاول تسوي معاهم وضعيه وشي ثمن رمزي يكون باش يكون صناعي يكون ديكلاري وقانوني وهذاك الشيء. وهذه حرفه زعما ماشي سهله، هذه راه احسن سفير للبلاد. الصناعه التقليديه ديال المغرب راه غانيه على التعريف، راه زعما الحمد لله عندنا كاع الناس، عندنا من جميع العالم، عندنا الناس شارك شي معارض دوليه توجور ديما هذه شي مزيان. عندنا ديما حنا الحمد لله خدام مع الاجانب، مع اكثريه مع الخليجيين، وهذاك الشيء ضروري. دائما طبيعة كان اقبال، غير كيخص واحد الحمله تحسيسيه بحال هكا والاعلان وهذه وشويه، والناس عاوتاني كاع الانسان اللي عنده الجوده خدام. اكيد انسان لا تهلا ودار واحد الجوده عاليه اكيد يخدم. شنو كتقول يعني بعض الدول كيقولوا باللي التراث هذا ماشي مغربي؟ انه دابا في الحقيقه راه كاين واحد المنافسه تاع الدول الصناعيه، بداو شي دول الاجانب من تونس من تركيا، كاين كاع الناس اللي كيمشيو يخدموا في الجزائر، راه كاين شي شويه خصهم يتهلاو شويه في الصناعي باش يبقى هذا الشيء. راه هذا تراث مغربي. احنا الحمد لله عندنا قرون واحوال في هذاك الفخار، انا معروف المغرب بالصناعه التقليديه من زمان، واخا يبغاو يقولوا ما عندهم، ما يقدروش يديروا اللمسه المغربيه، واخا يدير اللي بغى كيما بغى يدير يمشي، واخا مع ذلك ما يقدرش يستمر فيه، واخا يبغي شي ما يقدرش ينافس على الواقع. هذين المغرب زعما المغاربه الحمد لله فنانه ماشي معروفه على الصعيد. حنا الحمد لله دابا عندنا الكليان، حنا واخا ما يشريش منا كناخذوا منه افكار كنطبقوها للواقع. الانسان اللي خصو يكون الا كان عنده ثقه في النفس ديالو ما ينافسو حتى شي واحد الحمد لله. هاتي يخربقوا دوك الناس ما عاد ما يديو والو. الرساله ديال الوزاره الوصيه، الرساله ديال الوصيه هي ما يتعاونوا مع الصنيعي، لان الصنيعي دابا في واحد الظروف ماشي عاديه صراحه. هي ديال الصنيعي عندهم مشاكل بزاف، اكثر قلت لك مع الشده من الضمان الاجتماعي، وكاين جاي واحد التحول، الناس واخده واحد الخوف كبير وما يقدروش الا ما حطهمش واحد الموقع استراتيجي، ما يقدر كاين واحد العدد ديال الناس غادي يسحبوا من هذه الحرفه. بالنسبه للغرفه يعني قايمه بواجب ديالها؟ الغرفه قايمه ولكن خص التنسيق، لا ما كانش التنسيق ما كاينش، خص الانسان ينسقوا مع الصنايعي ضروري التنسيق ديالو ويشوفوا الحاله ديالو كيفاش داير ويقدروه، الا ما قدروش غادي يمشي غادي في الانقراض الصناعي. دابا حنا بالنسبه مثلا للزربيه الرباطيه وداك الشيء انقرضت، ما كاينش كاع الايد العامله ديالها ضعيفه بزاف، والفخار تاهو عاوتاني في طريق. الصناعه التقليديه كيخص تحسين الوضعيه ديال الصناعه ضروري خص يتعاونوا مع رب العمل يوفروا تاهو الضمانات اللي كاينه باش يعاوتاني ديكلاري الناس ديالهم، الناس يخدموا قانونيا. الا انت تخدم قانوني في وسط 100 ما يمكنش لك تنافس مع الناس اللي ماشي قانونيا، كيخص حنا بغينا التقنين، ولكن عاوتاني يكون تخفيف. كاين شي ناس ما قادرش على التقنين ما هما الفينوش، خاص حمله تحسيسيه وخاص دراسه باش تقنن واحد السيد وتقنعو باش يكون قانوني وراه مزيانه له هذا الشيء ويخلص الواجبات وداك الشيء، ولكن خصو ضمانات، خصو تقنعو بواحد الطريقه اللي هي معقوله، وخصهم يديروا واحد الثمن رمزي للصنايعي باش ينخرط في لاسينيسيس وكل شيء. هذا واقع نقول لك زعما هذا الشيء ما خصناش نخفيو، فهمتي؟ هذا صراحه هذه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.